فمشاهدينا الكرام رح نحكي أول شيء بالبداية الخطوة الأولى عن طريقة العجين وكيف طريقة تحضير العجين وشو المكونات اللي بنحتاجها. أنا هي العجينة عجنة قبل بوقت لحتى ارتاحت وأخدت راحتها مشان نقدر نشتغل فيها. بنحتاج لنص كيلو من الدقيق الصفر طحين الصفر، نحتاج لحبتين من البيض، لملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من زيت دوار الشمس، وملعقة كبيرة من السكر، ونحتاج لـ200 ميلي لتر من المي أو الحليب. هذا الموضوع بيرجع لإلكم وبكيفكم، هذا الموضوع أنتوا بتختاروا إما حليب أو مي. يلي ست البيت اللي عندها عجانة أكيد فيها تضيف هاي المكونات بالعجانة وتخلطهم بالبداية. رح نضيف نص كيلو الطحين الصفر، بعدين معه البيضتين وملعقة الزيت وملعقة الملح وملعقة السكر، رح نخلطهم شوي وبعدين نبدأ نضيف المي تدريجياً لحتى تتشكل عنا هاي العجينة. رح نتركها لمدة نص ساعة تقريباً لحتى ترتاح وتعطينا المفعول اللي نحن بدنا إياه. رح نحتاج أيضاً لتقريباً 300 جرام من القشطة الجيمر، أي جيمر أنتوا بتحبوه، أنا هذا الجيمر أنا مسويه على إيدي، خلطة على إيدي تناسب مع هاي الأكلة. إذا حبيتوا أنتوا تشوفوا كيف طريقة عمل، أكيد أنا في لي فيديوهات موجودة على اليوتيوب طريقة تحضير القشطة في المنزل. نحتاج تقريباً 200 جرام من نشاء الذرة، ايضا نحتاج ل 300 جرام من السمن والزيت والدهن. اكيد هذا الموضوع انتم بتختاروا اما دهن حر او زيت نباتي، انا ما بنصح انكم تستخدموا زيت الزيتون مع اطباق البقلاوه لانه بالنهايه بتعطي طعم مثل كانه في حديد او في، يعني انا ما بنصح باستخدام زيت الزيتون مع الحلويات، بنصح باستخدام الدهن الحر او زيت دوار الشمس مختلط مع الدهن الحر والزبده. هاي المكونات اليوم كلها اللي نحتاجها، مثل ما عم تشوفوا عنا هون العجينة طرية وجاهزة. شوف يعني ما شاء الله، يعني كنافة انت تسويها، جيمر انت تسويها، اي اي يعني ما عنده شيء يعني من السوق، كله شغل ايدي، حتى المكونات ست بيت للطبخة او للأكلة او للحلويات انت اللي تسوي حتى المكونات. اي اكيد، فما شاء الله عليك. طيب ياسر، اذا وحدة يعني ما عندها وقت وما تعرف تسوي العجينة، من وين ممكن الواحد يجيبها؟ جاهزة هلا هاي العجينة اسيل، نحن في عالم بتقلها ثلاث اسماء، في عالم بتقلها عجينة الفيلو، ايه؟ وعالم بتقلها عجينة الجلاش، وفي عالم بتقلها عجينة مصطلحات عراقية. انطيني هذا كله ما موجود عندنا بالعراق، هي مصطلح هذا 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 العجين اسيل، هو هذا العجين يوناني. هذا يعني العجين هاي نفس عجينة الكاهي اللي هي ترقها رق رقائق خفيفة. بالضبط هي نفسها، يعني ما بيها خمرة. لا لا ما فيها خميرة ولا بيكنج باودر ولا بيكنج باودر ولا اي شيء، مثل عجينة الكاهي. هي نحن بنقلها عجينة، يعني بشق مطبخ الحلويات اسمها عجينة الفيلو، ايه، او عجينه الجلاش او عجينه الكلاج. الله، في لها ثلاث اسماء، فم كلاج وشو والجلاش وجلاش والفيلو. الفيلو ننتقل من روسيا وباريس ولندن الى العراق. هولندي ترجمه شو وقت تنزل لي جوازي رح نقطع بالمختصر. هي مشابهة لعجينة الكاهي بالعراقي. هي هو مو مشابه، هو يقول انا دا اسوي كاهي، مو صحيح؟ شفت هي هاي عجينة الكاهي، بالتالي هي يعني الكاهي، لأن إحنا ياسر بعض الأماكن يعني الأفران اللي تسوي كاهي تبيع لك بالوزن رقائق، يعني أكيد مفروش وكامل، وهذه تشتري رقائق. تعرف زمن السرعة وعادة الموظفات هذا شغلة إنه واحد يقعد يفتحها شوي صعبة. أكيد يعني على مود السرعة دا أسوي لكم كيك اللي هو لا لا ولا أنا لو عندي وقت يعني مثلاً احنا مدرين معك هذا الموضوع. ثلاث كواب طحين مع كوب ونص سكر صعب، ما يراد يشتغل. مشاهدينا العجين، هذا العجين اللي نحن قطعناه بهذا الشكل مثل ما عم تشوفوا، قطعه العجين هي قطعه العجين. هلا رح نخليها بالنشا، رح نعمل لها هي الحركه بالنشا بهذا الشكل. نشا مو طحين، نشا نشاء الذره. نعم لانه هذا العجين اسيل بياخذ نشا كثير. هلا نحن عم نفتح العجين اكيد كمان بين كل طبقه وطبقه رح نخلي النشا لحتى ما يلتصق العجين، انه العجين انا مخليه طري شوي لحتى يفتح معنا. واكيد بدنا درجه حراره الفرن مشاهدينا لهي لهذا الطبق 160 درجه مئويه فقط لا غير، لا اكثر ولا اقل، 160 درجه مئويه مشغل من الاعلى ومن الاسفل. وبياخذ وقت خبيز هاي الأكلة بالفرن تقريبا من 30 دقيقة لل 40 دقيقة. شيخ ممكن أسألك سؤال؟ جواب؟ أنتوا بسوريا الكاهي ما عندكم همينة يعني هو أكلة للريوق يعني؟ لا مو ما أنا يعني حسيت إحنا عندنا ناكله بس بالريوق، مو تمام سي؟
اكو ناس بس بالريوق يعني يعتبروه هو رسمي، واكو ناس تحور شويه يعني مثلا العصريه كاهي وجيمر هيش. ايه بس يعني هو رسميا اعتقد رسميا معلوماتي تقول انه الكاهي والجيمر حتى من ضمن تقاليدنا انه العرسان الصبح يتريقون كاهي وجيمر وعسل، او حتى ممكن الجمعه يعني هاي الايام يعني اللي هي نحن صراحه. انتم شلون تاكلوا؟ هذا قصدي انا. نحن بناكل القشطه والعسل بالخبزه بالخبز يعني، حتى الكاهي تسوي لفه تنشيف. ما عندكم موضوع يعني دايت كلش؟ هي قطع العجين مثل ما عم تشوفوا نحن قسمناهم تقريبا ل 10 او 11 قطعه رح يكونوا طبقات مع بعضهم. بس بدي اقول لست البيت انه هاي العجينه وهي طريقه العمل هي اكيد بتوسخ كثير من النشا. انا لذلك ما طلبت منكم ان تجوا لهون، انكم انت لابس اسود انت لابسه كحلي، هاي الموضوع بيوسخ كثير. رح استخدم سطح العمل للعمل لعمل لطريقه عمل فتح العجين، لكن مو هلا رح استنى العجين لمده 10 دقائق لحتى يرتاح. اكيد بدي منكم بس وقت 10 دقائق لحتى رتب الموضوع هون ونرجع بيكون العجين ارتاح ونبلش نشتغل فيه. الحديث الفني حول الاصوات العراقيه ما تقولي انا قاعد في الموسيقى قدامي ما احب اسكت ما اقدر. ها انت من محبين جد على شخص غلط. شوف ياسر جو لك اكيد. مشاهدينا بعد ما رجعنا لكم والعجينه عندنا ارتاحت رح نشكلها اقراص بهي الطريقه، بعدين رح نفتحها بالشوبك الخشب. رح تشوفوا هلا طريقه الشوبك هناك مدلع اسمه شوبك بالمصلاوي. شنو اسمه؟ هم لفت شيبك العمل شيبك. اي يعني الشيبك شيء هم تنزكوه اكثر من الموصل صح؟ اي بغداد هم يسموه شيبك. ايش يسموه؟ شيبك العجين شوبك نقولها بطريقه شوبك. عندنا هذا العجين رح نفتحه بهي الطريقه. يوم مستغني عن خدماتنا ياسر على مطحين. انا والله مشان ما اوسخكم بالنشا لانه هي الاكله يعني انا هلا بس تشوفي بالنهايه كيف رح يكون ثيابي بالنشا. انا راح اعوضك يوم الثاني. انا بدي اشوف عبد الله شلون يفتح العجينه. لا ما بيهون علي فيه هلا ما عندك شيء بس هنا احطه؟ مشكله لابس اسود يعني. يا ريت يا ريت روح نجيب لك. مشاهدينا بالمناسبه عبد الله من الاصوات الجميله عندنا هون وانا من الناس اللي بحب اسمعه انه عم يغني. هو خليفه هيثم يوسف في المستقبل. هي يعني شو تريدون؟ وين تريدون توصلون؟ لا لا عن جد عبد الله مني دندن ذيك مره اني هم قلت له والله يعني صوتك يعني بي شيء فني. يعني اذا اشوف دقر يعني وقفت وياك سالفه الاعلام قبل. لا انا حاليا يعني اذا نوضع سالفه الاعلام خلاص انا صرت يعني سبع صنايع. اي انت على الشغل اللي تابع البرنامج اكيد يعني اشوف شغلك. ما ادري شيف اذا تتابعني لو لا يعني سويت فلافل وسويت لحم عجين الاكلات اللي تخص المطبخ يعني قصدي. سوي لك حلقه مطرب. لا مطرب شويه صعبه يجوز الجمهور يجيك تني يسوي لي شيء. لا لا والله يعني عن جد والله صوتك يمكن اجمل من ناس هسه موجودين بالساحه الغنائيه. شكرا ياسين ما راح اغني. بعدين عندنا اجهزه وشغلات وفلتر وهالسوالف يمشي الحال. اوكي ما راح اغني. وسويت اكيد مهنه نجار وغيرها من المهن اللي ما عم تابعك انا عبد الله. اي فلا تخاف يعني على موضوع الاعلام. اكو شغلات انعرضت واكو شغلات يعني بعد. اي ولذلك انا اللي ما انعرضت ما اريد اقول هي صار بس الحلقات. الحلقه الجايه راح تصير صدمه اعتقد. ليش؟ اشتغلت اليوم شنو الايام؟ اليوم اربعاء. اوكي باكر الحلقه نقدر نروح على الموضوع حلاق. اوه يعني هاي شوي صعبه. الحلاق هي المهنه القادمه. رجالي رجالي اكيد. ابو الطاسه هذا اقول لك لا انا زينت بالمكينه. ما يعرف يخلي طاسه شكل ويسوي حفر دايره يدور الطاسه. هذا قديم كلش شوفين الجديد بالحلقه. وتعلمت عاد؟ يعني بعض الشيء. صانع يعني سشوار اكيد طبعا. لا يعني ولا مو حلاقه فعليه يعني. لا هذه يعني شوف لازم قصطه يعني معلم مثل ما يقولون يلا يقدر يقص شعر. اي صحيح انا حاولت ولذلك حتى يعني المخرج نقدر نقول رزني بضاحة قال لي انت ترى ما اشتغلت هوايه يعني قلت يعني موالي ما اريد تسقط الشخص اللي هو انا اذا قصته شعر سلمني شعره. اي هو شلون قبل ما ادري يعني. وعلى فكره اللي زينت له يعني يمكن هذه من المفارقات هو حلاق اصلا. جاي صدفة زين يم حسن المهندس اكيد اللي احنا سوينا يم الحلقة تحياتنا له فوافق. حلو اللي انا موافق. حلو نرجع ياسر. ياسر اني لا اعرفه اذا مثل عجينة الكاهي تصير كلش ارق بعد مثل الورقة. لسه ما خلصنا لسه بدنا نفتحها كلها مع بعض. اها طوابق.
حلو. هاي العجينة بدها نشا كتير، النشا لازم يكون كتير لحتى ما بتلزق مع بعض. بس والله متعبة، واحد يجيبها جاهزة أحسن ياسر. هاي بس بالعكس أنا عندك واهز كل شي تسوي بيدك. أنتي بتشوفيها إليك متعبة أسيل، بس بالعكس أنا بستمتع لما بشتغل فيها. إرادتها عضلات. هلأ هذا مو شوبك، هذا هو بعصاية صح تنفتح؟ يعني مثل الخيزرانة أو نفس الشوبك، نفس الشوبك تقريبا نفس هاد، بس على كطول أرفع وأطول، أتخن وعلى طول أطول، يعني طوله تقريبا متر وسبعين سنتي. ما شاء الله شايف متر يعني كل شيء يعني واحد رقيقة العجينة يعني. لا بعد هي ترق أكثر عبدالله. لسه عبدالله إحنا لما بنفتح يعني العجينة، أنا لما بفتح عجينة البقلاوة يعني بكون عم اشتغل بقلاوة مزبوط وعندي مكان عم اشتغل فيه، لازم يكون عندي طاولة رخام قطرة مترين تقريبا، لأنه العجين بده يصير على قدك كلياته. صحيح ما شاء الله. بس ياسر يعني مو صارت اكو مكان تغني تفتح وسوالف تمو مع العولمة؟ لا هلا بالنسبة لك، بالنسبة للحلويات الشرقية أنا ما بفضل إنه تنفتح على الماكينة. يا والله أنت شوف، أنت تحب التعب يعني، أنت غاوي تعب إنه لازم مو قضية غاوي تعب. نسويها بيدي. أسيل إحنا شو مثلاً هسه نحكي مثلاً ساعتين ويجون يقولون يلا يعني اطلعوا فاصل كافي، يعني أكثر من مرة صار بينا يمكن بالحلقة الماضية المخرج قلت ترى كافي وعي. فإحنا ما نحس إنه حدنا نتعب لأن هي شغلتنا ومستمتعين بها، فهو يمكن نفس الموضوع من ذي يسوي الحلويات هذه بنفسه يحبها يحب فما يحس أي شيء أنا يعني بمهنتي وبمجالي كثير بحب أشتغله بإيدي. والله عافية عليك ياسر، برافو عليك. يعني نادر ما هسه موجود أكو شيف يشتغل كل شيء بيده، يعني كل أشياء جاهزة يجيبها وخلص هو يركب يعني. أنا لساتني لساتني على القديم، بس لساتني على هو هذا المميز القديم هو الأصل يعني طبعًا. هو يعني مشاهدينا مثل ما عم تشوفوا، عفوا انا اسف على المقاطعه عبد الله، مثل ما عم تشوفوا العجينه كلها تسويناها فوق بعضها تقريبا 11 طبقه. نحن بنقول بهي المصلحه رح اقول لكم بس لا تضحكوا، نحن بنقول 11 فقايه يعني كل قطعه اسمها فقايه فقايه بالقاف تكتب يعني ايه تكتب بالقاف، بس نحن بلهجتنا بنقول فقايه، هن بيقولوا فقايه يعني فقايه ايه، بس نحن بلهجتنا بنقول فقايه يعني لا يجي ابو فاعور يقول لك اياها فقايه. شايف ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل. يعني اي شيء اطلب منك تسوي لنا اياه سه باعتبارنا اصدقاء. حسن اكيد تفضل. حط الكاميرا علي علي صفق. ليش ليش هالشيء يا اخي؟ عبد الله صاير كلش حباب. رح نفتح هذا العجين كلياته مع بعضه بهذا الشكل. ما يلتصق لان اكو نشا. بدنا نرد نرجع نحط له نشا مره ثانيه. عمليه. بهذا الشكل مثل ما عم تشوفوا. طبعا انا ما راح افتح العجين كثير لانه ما في عندي مجال هون. بس انتم تابعوا الخطوات، انه انا مثل ما عم تلاحظوا عم افتح العجين من كل الجهات. حتى يتساوى. بس كبر الحجم طبعا اكيد وظلت يعني تبقى رح لحلف العجين بهذا الشكل، لحط له شوي نشا كمان وادهنه بهي الطريقه. صعب الموضوع بالعكس شوي هو تحسه ممتع. رح ناخذ ياسر الطحين اللي استخدمته شنو؟ طحين الصفر. صفر. طيب احنا مو عندنا انواع من الطحين الصفر، اكو قسم منه يسيل وقسم منه لا للعجن. انا استخدمت عجين هلا هو بالبدايه عجين الصفر تقريبا كلياته نفس الشيء اسيل. بس الفرق انه في عجين بياخذ كميه كثيره من المي وفي عجين لا. هذا يعتمد على خبره الشخص هو وده يعجن بالتاكيد. مثل ما عم تشوفوا رح نلف هاي الطبقات كلها. والله انا لو ما لابس اسود اليوم كنت اتمنى انه اسوي وحده على الاقل يعني اتمنى اروح العب. بس الله يستر. بس الاسود الله يستر اليوم. احنا يراد نجيب صدريات هيك خاصه. والله المفروض اسيل اليوم الله يسترني انا. ليش؟ لانه راح ارجع اشتغل هي مره ثانيه بالبيت. لا حول الله، انت هاي مشكله عندك. انا ايش قلت لك ذيك الحلقه احنا شو اتفقنا؟ جيب زوجتي معي لهون. ايه يعني انه خلص بلا ما كل ما تشوف الحلقه تقول لها نفسها تسويه بالبيت. فاختصر الموضوع، جيب المدام وياك. بس المشكله مو يوم ويومين.
المشكلة على طول هي مشكلة. هاي معناها أنت دا تذب جهدك هنا فبالبيت ما لك وهس تسوي شيء. لا بالعكس، لا والله بالعكس أنا ما بقصر بهيك قصة، يعني إذا جاي على بالهم شيء بالبيت لا بساوي. طبعا ياسر عاشت ايدك، خل اقول لك اياها عجه. وقبل يومين كان عازمنا ياسر على كنافه. اي والله من شغل ايده وبوظه عربي ايس كريم، يعني عربي هذا بالقشطه، الابد مو دسم الابد مو يضرب الريجيم. بس تسلم ايدك فعلا. لا عبد الله شنو رايك؟ انا رايي كانت اخف كنافه اكلتها بحياتي. نفس الشيء، يعني دائما الواحد ياكل كنافه لازم يرجع مسخون، تشبع وما اعرف شو يصير بيه. الدسامه هذه ولا كنا متعشين يعني. انا مريت اكل يعني، بس من شفت يعني اول لقمه اكلت حسيت انه هي خفيفه ما تحس بيها يعني. أيوة خلصت القطعه كلها. تمنينا كل فعاشت ايدك فعلا موجود يعني ويانا، فهي صارت صدفه يعني مو خيانه شباب، هي صدفه يعني. والله وانت اليوم كنت واعدني، تذكرت انا هذا الموضوع هسه زين. كنت واعدني انه تجيب لنا فتشي بس ما جبته. انا ما وعدتك بشيء استاذ عبد الله، بنسحب. تدريش كم شخص اكو شاهد؟ 1 2 3 4 5 شهود. وكلهم ويا. كمان كانوا ناطرين الشيء اللي عم تحكي عنه. والله مو كلهم، انا لا احنا اتفقنا على انه حيسوي وربات بهاي الحلقه. وربات اللي هي هاي الكاهنة. اللي هي الاكله مالتها. انا ما كنت موجود من اتفقتوا على الكاهنة، كنا متفقين انه يسوي غير شيء اللي هو البوزه. مو اكلنا هذا الاتفاق قبل ما ناكل، بس من اكلنا خلاص اكلنا بوظه يعني. ما في غيرك والله يا اسيل عم وقف معي. حق على الحق، انا اتحفظ على هذا الموضوع وحاسكم. بس لا والبوظه بصراحه يعني صار لي ما اعرف كم سنه ما اكلت هيك بوظه. فياسر كان هو المعلم في بوظه بكداش اللي زاير سوريا والحميديه، وطبعا لازم يفوت ياكل بهذا المكان. ياسر كان معلم قبل سنوات، هو اللي كان يشتغل هالبوظه هاي. معلم احنا منك نتعلم. صارت عندنا جاهزه العجينه هيك مشقه. ها والله مشقه. العجينه صارت جاهزه عندنا. اوكي نشتغل بها لو هم نتركها ترتاح؟ لا هلا بدنا نشتغل فيها. تمام. بس رح اقول على طريقه التقطيع انا والحشي، واكيد انتم فيكم تروحوا تكملوا فقراتكم وانا بطلع على الفرن بخليها بالفرن. تمام. هاي العجين مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا لسه قد ما بدنا بيكبر معنا العجين يعني، ولا يتشقق ولا ابدا. لا لا ابدا. هاي صار العجين عندنا جاهز. انا هون ست البيت اللي ما عنده مسطره خشب. شنو السيف هذا؟ هذا الشيش تبع الكباب. خلصوا الكفار من زمان. هذا الشيش فينا ست البيت تستخدمه. اكيد بالبدايه قبل ما ابدا اقطع العجين لحقيم الاطراف الزايده عندي هون. بهذا الشكل. هذا كمان رح نحتاجه وما رح نكبه بالزبالة. هذا أكيد كله رح نخليه نحتاجه. رح نقص العجين بهذا الشكل باستخدام مدرج البيتزا. رح خليها عريضة شوي. عبد الله عندكم منها بالبيت؟ بدي اقطع بيها؟ والله اكيد عنده. اشوفها بس شوي تشوف. لانه بس يشوف قطعة هي وهي عندنا منها بالبيت. لا ما عندنا منها. يجوز عندنا بعدنا ما وصلنا لمرحلة عجين وتقطيعة. برجة مالتك هاي البيضة والحمراء وينها؟ اللي عندها منها عبد الله بالبيت موجودة. نظامها اليوم ما استخدمت. حلوة. عندنا منها بالبيت. أكيد هذا العجين اللي أنا فتحته عم تشوفوا قطعته لقطع متساوية، رح أقطعه كمان بهذا الشكل لمربعات. لا أحس يعني حصة هندسية. هندسة ايه. درس هندسي يعني. هي على فكرة البقلاوة والحلويات الشرقية بدها قياسات وبدها فن.
والله والله يعني هي هاي من الحلويات الشرقيه. ها طبعا هي من الحلويات الشرقيه. نعم هيك صار عندنا القطع صارت عندنا متساويه. هاي القطعه هاي ما رح نحتاجها، هاي القطعه الصغيره زين. لازم ناخذ بس الاشكال اللي شكلناها فقط لا غير، يعني المربعات المربعات اللي بتكون ضابطة وراكزة، بس ما بدنا نستخدم هاي القطعة الصغيرة والمشوهة أكيد لا. هلأ في عنا كيس الصب، ترى العملية الموضوع كلش كبار. أتكون منا بالبيت؟ أدنى منا والله. أي والله أدنى منا. بس تخلون بيه كريم. أي هو زي حط جيمر. أي هاي عنا كيس الصب، راح أضيف قشطة بالداخل بهذا الشكل. شوف ممكن سؤال؟ تفضل. شو كنت يصير هذا يعني بعد يعني؟ نهاية الحلقة من قدمه. ياسر هي مو اكو وربات بالفستق وما اعرف بالمكسرات؟ نعم في في بالمكسرات. نعم. ايه هذيك طريقة عملها نفس الشيء؟ نفس الشيء بس الفستق بنحشيه بعد بعد الخبز للعجين. يعني نسوي العجينة ونشويها وبعدين نحشيها؟ ايه بالضبط. هاي راد سويناها مرة ثانية. ان شاء الله. مشاهدين العجين اللي قلت رح نستخدمه، رح نستخدم طبقات من العجين رح نضيفها فوق القشطة لحتى القشطة على الحرارة ما تطلع للخارج. بهذا الشكل على قد ما بتاخذ الصينيه عندي رح اسوي العجين. هيك الصينيه صارت كافيه عندي. رح اضيف عليها هلا السمنه اللي حكيت عنها انا، انتم فيكم تستخدموا الزبده او اي نوع من الزيوت. رح اضيف السمنه، لازم تكون عم تسبح بالسمنة لأنه رح تنشف هي هلأ بالفرن. هاي السمنة العربي اللي هي احنا نسميه يعني دهن حر. نعم هي هي. الله الله عليك. دهن حر؟ ريجيم لا الموضوع دايت. هاي عنا الشكل احنا شوف هو بالكاميرا تبين اوضح من انا. اي هسه خليها لبعد الخبز. اكيد انا هلا بدي اطلع بالفرن. وين تريد يا صدام احط لك اياه؟ احط لي قدام شوي هيك شيء بكره هذا اللي بيطحين شيء ما الطحين احط قبل وبعد. يلا تمام. والباقي ياسر والله لو كنت تسوي لنا الباقي شوي. تمام رح اسوي لكم اياهم مجموعه لانه هي عندنا حطينا العجين مع القشطه ورح ندخله بالفرن لدرجه حراره مثل ما ذكرت 160 درجه مئويه. رح يحتاج تقريبا لنص ساعه لحتى يكون جاهز. نحن بهالوقت بكون حمينا الشيره وخلينا عليه القطر من فوق، واكيد بعدين بقول لكم صحتين وعافيه. لهون انا بكون خلصت فقرتي، بشوفكم ان شاء الله بمرحله التقديم. تفضل ياسين. تفضل عبد الله. طبعا تفضل جدا. يعني مشاهدينا الكرام، نحن بعد ما خلينا طبق الوربات القشطه بالفرن لمده نص ساعه صار مثل ما عم تشوفوا عندنا جاهز ومحمر وجاهز. انا خلال اثناء عمليه الخبيز قمت بتحضير الشيره. الشيره عباره عن كاستين من السكر وكاسه ونص من المي وثلاث نقاط من عصير الليمون، خليته لحتى يغلوا مع بعض منيح. اعطونا هذا الشكل. الوربات بعدها حاره، راح اسكب عليها الشيره بهي الشكل. يا اخي شو احنا بنسوي الشيره باليد ما تطلع هيك؟ انا ما مجرب اسوي الشيره بعد لحد الان يعني، ولكن بالمستقبل راح تشوفون ابداعات كثيره. واولها تنين التنين واولها يوم الاثنين. والله يوم الاثنين هذا اليوم المشهود حيتمرض منها هسه حتى يغيب ما يجي. رح نضيف الشيره بهي
طريقه تكون الشيره بارده. ها ياسر؟ لا حاره. حاره طبعا. كيف بدها تدخل لجوا؟ اذا بارده ما بتتغلغل داخل العجين. بس دير واحد يقول لي ذوق، لانه هاي قطعه كبيره. ويعني تعرف ويعني نحن بهالاثناء بنقطعها. نقطعها ممكن بنتركها بالشيره لمده دقيقتين او ثلاث دقائق لحد ما تتشرب العجين ياخذ الشيره، بعدين رح نقيمهم. خليه ياخذ كاهي بس سوري يعني مصغر ومتنزل. احنا نحب التنويع والتغيير بالاكل يعني. انا بس بدي اقول اسيل، انت عم تشوفي العجين كيف ناجح معنا وكيف عاطينا جدا طبقات منفصله ورقيقه ورائع. كبير. رائع. رح نصف بصحن طبق التقديم. تعرف هسه المشاهد شلون دا يتعذب؟ يعني اكثر شيء مشاهد الفيديوهات الحلويات حتى دا تاخذ نسب مشاهده يعني مخيفه. ودائما يكتبون عنوان على هاي الاكلات عذرا لبشاعه المنظر. اي لبشاعه المنظر يعني. المنظر بشع من كثر ما هو حلو يعني. هذا دليل على انه احنا شعوب تحب الاكل. مشاهد الفيديو يعني تجيب لك مشاهدات بالالاف. انت مع المقوله تقول اقرب طريق الى قلب الرجل هو معدته يعني؟ نعم اكيد. حتى انت؟ حتى انت؟ حتى انت يا ياسر؟ كلياتنا اكيد. هذا المثل بينطبق على كل الناس. انت مع؟ انا ما اقتنع بهاي السؤال. انت مع؟ ما اخي بس يحب يخالف يعني. مو هذا مو اخالف يعني، ما اعرف ما اقتنع بهيك امور يعني. شو العلاقه؟ اكيد الموضوع زين. انت يعني هذا تعذيب خاله هيك؟ لا نقدر نقسمها، لا نقدر نذوق. لا هلا راح اعطيكم قطعه تاكلي انت. يعني ليش ردت بالاخير؟ حتى هاي شوف العشر دقائق الواحد يعني ياكل بها براحته. اي ياكل بها الشكل براحته كالعاده. ياسر يعني رائع ومبدع ومتالق بشهادتنا. مجروحه اكيد يعني بكل وصفاتك وكل اكلاتك. ويمكن يعني الصوره هي كافيه ووافيه، ولكن اكيد التذوق هو يمكن نصف الموضوع. اكيد صحيح؟ اكيد ان شاء الله تكون بتنال اعجابكم. لا احنا المشاهدين نريد ان المشاهد يذوق يعني، خليه يجي، احنا ما عندنا مشكله يعني. وشيل لك شيل لك قطعه للمدام على مود يعني لا تعذب بالبيت. لا مستحيل، مو راح ارجع هناك. لا هناك. ياسر لا راح ارجع هناك. أوكي. ولا ناخذها يعني بس راح ارجع هناك. اوكي معناتها الوربات عم تستناكم اسيل. بدي اقول لمتابعين بالحفظ والصون. ها ياسر خلي يمك. خلص رح احضنهم هيك وما اخليه. لا فهد لا. الشباب كلهم يقولوا عندي عندي، كله تبرع انه يكون الطبق عنده. اكيد انا ما راح اقبل مشان عبد الله واسيل. كل واحد من الشباب اللي موجودين هلا باللوكيشن رح ياخذ حصته. رح ياخذ حصته ان شاء الله، ما بنقصر على حدا. بدي اقول لمشاهديني ومتابعيني اكيد كل المحبه من القلب لكم مشاهديني الكرام. بتمنى انكم تجربوا الوصفات، وبتمنى انكم تكونوا عم تستفيدوا من الوصفات يلي عم اعطيكم اياها. كل المحبه من القلب لكم. شكرا كثير لمتابعتكم اليوم. انطروني يوم الجمعه. شكرا لك ياسر. تسلم ايدك ويسعد صباحك.